قتل 5 مدنيين أفغان على الأقل بينهم 3 أطفال مساء أمس في غارة جوية لحلف شمال الأطلسي بولاية ننغرهار شرقي البلاد. وقالت مصادر أمنية في الإقليم إن القتل 5 المدنيين الذين صادفتهم غارات الناتو بينهم 3 أطفال دون عمر 12. من جهته قال حلف الأطلسي إنه يجري تحقيقا في الحادث دون أن يذكر أي شيء عن سقوط مدنيين. يذكر أن الضحايا المدنيين جراء غارات الناتو هم سبب التوتر بين الحكومة الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة التي تحاول أن تقلل من عملياتها العسكرية حيث تستعد للانسحاب من أفغانستان.